حاليا احنا شغالين في حملة بلدنا أحلى. هذه الحملة اللي بتستهدف المواقع الأثرية والتاريخية في مقطع الواصل في منطقة ريف غرب دورة اللي هي بتمثل مسار فلسطين التراثي، وحقيقة وزارة السياحة والأثار ومسار فلسطين التراثي والمجتمع المحلي والهيئات المحلية اللي في هذه التجمعات اليوم بشرنا من خلال متطوعين وعمال من المجتمع المحلي بهذه الحملة اللي بدأنا فيها منذ الصباح في قصر المورق. أشعر بفخر كبير بأننا قد أتينا لهذا المكان وقمنا بعملية تنظيفه، وكل يوم إن شاء الله يأتي أناس آخرون لكي ينظفوه. هذه الحملة نعتبرها أحد الإنجازات اللي تم التنسيق بيننا كوزارة السياحة والآثار مع مسار فلسطين التراثي، وهي بتأكد على أنه إحنا نعمل في الواقع وعلى أرض الواقع. ودليل على ذلك الحملة اللي تمت اليوم من عمل تطوعي بالشراكة مع المجالس المحلية ومع مسار فلسطين وزارة السياحة والأثار، وإحنا نولي اهتمام كبير جدا في هذه المواقع بحكم أنها مواقع أثرية تاريخية تحدث عن تاريخ فلسطين ومن الشواهد الأثرية ذات القيمة العالية. هذه رسالة أنه تصل للناس، يعني يا عمي هذا الموقع احنا تعبنا عليه واشتغلنا ورتبنا، انت ما تقبل على حالك شغلك هذا اللي تعبته، يعني ما ترضى على حالك بعد ما تعبت ان يجي واحد بكره او بعده يرمي نفايات او يخرب، بدنا اياكم تكونوا انتم حراس على هذا الموقع.